رجعنا لنتابع وانت مروح مع ضيفتنا ولقاء الاول بعد خروجها من الأكاديمية ليان بزلميط. في عندي خبر حلو وصلنا امبارح او اول امبارح. لا حلو حلو الخبر، عن جد حلو. الخبر اجاني من اتصال من البحرين، كانوا عم يسالوني عم يقولوا لي انه ليام بالعيد وين رح تكون. قلت لهم ليش وفي، قال السفاره الفلسطينيه عاملين حفل كثير كبير بالبحرين. الله. وتابع للتلفزيون الفلسطيني الموضوع، فان شاء الله قريبا رح يزبطوا الموضوع وتكوني موجوده بالبحرين. أكيد اذا الله راد. ان شاء الله. وتحيه كثير كبيره للسفاره الفلسطينيه ولكل اهل البحرين والخليج. عن جد الله يخليك. حلو 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 الخبريه هيك. أكيد. طلعت من الـ من الـ من البروجرام وتركت البصمة انه انا بنت فلسطين طبعاً. موجوده، فان شاء الله هيك بالاعمال الجديده وبكل الشغل الجديد. هلا جد عم نحكي يعني واخيرا انا مش معقول بدي اقول. طيب انا اتصلت 5 8 6 8 5 5 5 يا جماعه، مش 3 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
0962 568 5 8 5 5 5. أيوة 5 5 5. والاس ام اس زين اورنج امنية 90 80 9. اول اتصال. الو. الو. مرحبا. مرحبتين، كيف حالك مازن؟ الحمد لله. مين معي؟ معك صابرين من عسى، اللي كنت بالمطار انا وشفتها حكيت معك. اهلا وسهلا فيكي صابرين. كيفك صابرين؟ الحمد لله رب العالمين. قلنا لينتهي تهدى شوية. انا حبيبتي كيف حالك؟ الحمد لله منيحة، انت كيفك؟ الحمد لله مستعينكم. حبيبة قلبي طبعا تحية كبيرة لكل اهل عكا وكل عرب 48 عن جد. حبيبة قلبي احنا كثير بنحبك هون، وان شاء الله ان شاء الله انه بنشوفك هون عنا بالبلاد، واحنا داعمينك ومعك للاخر. حبيبتي هاد شرف كثير كبير لإلي عن جد، شكرا كثير لإلك. شكرا صابرين. لحظة مازن بدي اشكرك بس. الله يخليك. ثانك يو. يا هلا. حبيبتي حبيبتي باي باي. 5 8 6 8 5 5 5 0 9 4 4. الو الو احمد، هاي مازن سمعنا شيء للولو وهي بالاكاديميه، حسمعكم كثير قصص. طارق عبر السكايب. هاي طارق. طارق يا طارق. هلو هلو مازن سامعني؟ سامعك انا، كيفك؟ تمام. شو اخبارك؟ متذكرني اول شيء ولا مش متذكرني؟ متذكرك طارق. من وين اللي ذكرني من وين؟ انا من عند سيما النجار. اهلا طارق. اهلا الموديل. اهلا طارق كيفك؟ تمام. شو اخبارك؟ تمام. شو اخبارك؟ تمام. انا عم بحكيك من سكايب لاني بالمانيا هلا صرت عايش. اهلا وسهلا فيك من المانيا. حلو. انقلني على ليان شوي. هاي ليان معك. هلا ليان. ليان كيفك؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟ تمام. امبارح كنا مستناكي عند رودا عشان احكي معاكي وما رحتي. بعرف سوري كثير. بعرف. انا بالمانيا باي ذا وي متابعينك يعني 24 اورز عندك هون كمان ماجدين. الحمد لله يا رب. صوتك سيادي، شخصيتك بتجنن وصح خانقتي كثير، بس يعني صراحه كنت بدي تسلينا. الفلسطينيه دمهم حامي، ما فينا ما نتقتل كل شوي. انا زي زيك انا كمان فلسطيني، بس حاب اقول لك جود لك بان يور لايف. ثانك يو. القرارات اللي اخذتيهم ستيك تو ذم. ثانك يو. اي ويل اوف كورس اي ويل. ثانك يو طارق. ثانك يو. سمعنا صوتك دائما. باي باي طارق. الله معك. الله يوفقك. باي باي. 0 9 4 4 4. ليش ما رحت عند رودا امبارح؟ والله ما قدرت، كان كل بيتي زيارات وهيك فانعجقت شوي. لولو على السكايب. هاي لولو. زي دلعي. الو. هاي. هاي. كيفك لولو؟ هلا لولو. سامعك سامعك. بتحكي مع ليان؟ مرحبا. اول شيء كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو طبخت اليوم؟ احكي مع ليان. يلا ليان. هلا هلا لولو. يا لولو. هلا ليان. هاي حبيبتي. هلا هلا هلا. انا معك، سمعتك حبيبتي. كيفك؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟ انا سامعتك. كيفك؟ الحمد لله. او ماي جاد او ماي جاد. يا الهي. شو اثرتك الفنية؟ هلا شو رح تعملي؟ ايش حبيبتي؟ شو رح تعملي بعد ما حتطلعي بعد شو رح اعمل؟ رح اعمل كثير اشياء باذن الله. رح انزل اغاني بمختلف اللهجات ان شاء الله، ورح اعمل فيديو كليبس اكيد، بس لسه يعني لقدام لقدام. كل هذا لولو في ديو غنية كويتية جديدة رح تعمل. من وين عم تحكينا لولو؟ الو لولو.
راحت لولو. أنا من عمان. من عمان أوكي أوكي شكرا لولو الله معك. 5-8-6-8-5-5-5-0-9-40-40-4 الاتصالات, ومن خارج الأردن فيكن تطلبوا 0-0-9-6-2-6-5-8-6-8-5-5-5. مريم, هاي مريم. هاي كيفك؟ الحمد لله الحال تمام. مثل الخير لكم. هاي الحمد لله. أهلا وسهلا. أنا مريم درويش من لبنان. حياتي مريم. حياة لولو شعتني. وأنا حبيبة قلبي بموت فيكي, شو أخبارك؟ الحمد لله مشتاقين لك. يلا تعالوا يلا. حاضر من عيوني. مريم تعي أنت. طيب عن جد تعوا أنتوا. يا ريتي يجي. حبيبتي حبيبتي أنا إذا ما إجيت بكرة أحضر البرايم بإذن الله على الفاينل رح أجي. حبيبتي خبريني بس أنت ما تنسي. حاضر أكيد أكيد حياتي ما حنسى. حبيبة قلبي مريم. وبينا مرسي مازن على المقابلة. الله يخليكي. أهلا وسهلا فيك يا مريم. حبيبة قلبي الله معك. 0-940-44-5-8-6-8-5-5-5. فداء كمان. هاي فداء. فداء هلو. هاي هاي هاي. طيب اتصال. الو الو. بلش الضغط يخبص. هلا دينا الصراحة دايما سارة وماما بيحكوا عنك بالعاطل. يلا الله يسامحهم. مش مشكلة عن جد الله يسامحهم. اسأل ليان شو مع أغنية عايز اشتاق لك. عايز اشتاق لك. عايز هاي توزيع كبو. بس صراحة ما بعرف مين ملحنها ولا مين كتبها, لأنه سجلناها قبل ما أطلع على الأكاديمي بفترة, ومش عمر ومش نادر. لا وفي مفاجأة فيها للأغنية. في حد تاني بغنيها معي بس ما رح أحكي مين. في حد تاني بغنيها معي؟ أها. مين هو؟ ما رح أحكي. مفاجأة. لا ما في. لا تنزل لا تنزل. بسمعوا مين. لا خليها مفاجأة. هذا المعروف؟ أكيد. لا ما بشك إنه قبل بشك إنه قبل ما تفوت على الأكاديمية كان بغنيها معي. هذا معروف. لو بعد بقول لك إيه. طب خلص. اتصال خلص. ألو. 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 مرحبا. مرحبا. كيفك مازن؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. كيفك ليان؟ الحمد لله حبيبتي. مين معي؟ ساجدة. مين؟ ساجدة. كيفك ساجدة؟ هلا من فلسطين شكلك. لا لا في فلسطين بس انه في عمان. انا حبيبة قلبي يا مام. مش فارقة اصلا كثير حبيبة قلبي الحمد لله. على فكرة يلا يعني انا كثير معجب شخصيتك لانه بحس اقري بلغت شخصيتي. انا دغري بعصف. هذا اول نقطة. وثاني شغلة, انا بتذكر حكيت مع الشخص اللي كان معك في الاكاديمية, قلت له اذا انتو بلشتوا هيك مشاكل من اول مرة كيف لو ضليتك انت بالاكاديمية. صح صح. وقتها صار يصرخ علي وحالته حاله. عادي عادي حبيبتي مش مشكله. الله يعينك صراحه. كيف انت كان متحمسه؟ اتس اوكي. عادي حبيبتي عادي ما كل الدنيا هيك يعني. عادي عادي. وان شاء الله يعني عطول يعني عطول المازم يعني منور. اكيد عطول يعني بيجيب وحده مثلك منوره يعني. حبيبه قلبي كلك ذوق. تسلمي. تسلمي يا رب. ان شاء الله فوبيا رح تولع. شكرا ساجده. تسلموا. شكرا الله معك. ثانك يو. 5-8-6-8-5-5-5-0-9-40-40-4 دونا مزاوي كمان بتسلم عليك. زينة اسماعيل كمان بتسلم عليك. مروة عوضي بتسلم عليك. كيكي نصر كمان بتسلم عليك. يعني كلياتهم. شيما كمان. اختار اختار اختار. الو ديما. الو. هاي ديما. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. من وين عم تحكينا؟ من تيري من عربي 48. اهلا وسهلا فيك وباهل فلسطين. يلا يا ديما تفضلي. ليان انا بحبك كثير حياتي. انت ثانك يو عن جد. شكرا حبيبتي. ما مصدق. لا صدق صدق. ديما عم بتشوفينا على الكاميرا؟ ايه ايه. طب اعطي ليان اعطيها بوسه لديما على الكاميرا. حبيبتي ديما. حبيبتي انت. كنت دائما تابعك حبيبتي. ثانك يو ديما. شكرا. ثانك يو حبيبتي. الله معك. عبر السكايب راديو دوت صوت الغد دوت جوردن و 5-8-6-8-5-5-5. ابراهيم. هاي ابراهيم. ابراهيم يا بوب. هلو. طيب ساره بتسلم عليك. الله يسلمها كمان. اتصال. الو. 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 مرحبا. الو. 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 هلا مين؟ الو. يا الو. طيب مساء الخير مازن. مساء ريان الحلو. بحب اسال ليان كيف كان الشعور وقت غناء الى جانب انغام ويارا وميريان فارس وهيفا ومي سليم. اكيد شعوري كتير حلو. وقفت مع تقريبا
تقريبا اكبر الفنانات. مين اكثر اكثر وحده غنيتي معها وحبيتيها؟ يارا بصراحه رائعه، انسانه رائعه، شخصيه. غنيتي ليارا كثير انت كمان. مزبوط، انا بقول لهم رح اطلع تتبناني يارا، اكيد غنيت كل البوم تبعونا. بس شرف كبير لي عن جد، انا كثير بحب يارا، واكيد انغام يعني فظيعه يعني عن جد. طيب. والباقيين اكيد. اتصال، مساء الخير. الو الو 5-8-6-8-5-5-5-0-9-40-40-4 على سكايب. الو الو هلا مرحبا. هلا مرحبا، كيفك؟ هلا والله، كيفك؟ فيني احكي مع نهال؟ مع نهال؟ ايه نهال حي بالمطبخ بس دقيقة. هلا مرحبا، اهلين، كيفك؟ الحمد لله حبيبتي منيحة. من وين عم تحكي؟ انا من غزة. اهلا وسهلا باهل غزة، شو اسمك بس؟ انا سمعت صوتك. انا اسلام. اسلام حبيبة قلبي، حبيبة قلبي انتي، حبيبتي عمري انتي، حبيبة قلبي. احنا كيف بنحبك هون حبايبي، انا بموت باهل غزة كلهم حبايبي انتو. حبيبتي ما 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 تهم ما تخلى هي ابدا ابدا والله. انا قلت لها اصلا حياتي شو مالك؟ ما اخلي شو؟ الو ما تخلي شيء بنفسك. انا بحكي معك كثير 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 لانه سمعت صوتك. حبيبه قلبي، وانا مبسوطه فيكي حبيبه قلبي انت، حبيبتي عمري انت، حياتي. 0-9-40-40-45 اتصال. الو مساء الخير. الو مساء الخير. هاي مساء النور، كيفك مازن؟ الحمد لله. مين معي؟ معك رزان. رزان وين عم تحكينا؟ رزان من عمان. اهلا وسهلا، يلا يا رز. اهلا فيكي، كيفك ليان؟ الحمد لله حبيبه قلبي منيحه، انت كيفك؟ منيحه تمام. ليان ممكن يعني اقول لك شيء بس مش عم فسد. مش ايش؟ ما بفسد انا، بس بدي احكي لك اللي بقلبي. ما تفسدي، احكي اللي بقلبي، افتح قلبك. ليان بالمكان اللي كنت فيه ما حدا بحب حدا صح الا ميدو. حبيبي ميدو اكيد ما في شك. انا كنت كثير متابعة على الموضوع، وفعلا انه ما حدا بحب حدا صح، كله بيحكي على كله من حبيبتي. شوفي من الضغط صدقيني الواحد صار يحكي عن حاله بالنهايه، بس كلهم مناح إيه. وكلهم بجننوا صدقيني، حتى لو حكوا على بعض ما في حد ما بينام، البنات بحبوا النميمه بشكل عام. بس انه بي كيرفول من كل اللي حواليك كانوا عادي. اي ويل حبيبتي، بدي اقول لك انه اسالك سؤال ممكن شخصي شوي. طبعا تفضلي. حكيتي مع كاك بعد ما طلعتي؟ اكيد لا حبيبتي ما حكينا. اتاكدتي انه الموضوع مزبوط؟ ما سمعتينا من شوي؟ لا حكينا عن الموضوع. حكينا عن الموضوع اوريدي، وانا حكيت كلمة واحدة انه اي كلمة امي بتحكي لي اياها رح تكون صح بالنهاية، لو قالت لي لبن اسود لبن اسود. هذا شيء كثير حلو. أكيد. بس انا سمعت مقابلة كاملة لقاق على التي في وعلى الراديو، ما حكى عنك ولا كلمة مش حلوة حبيبتي. ولا انا ما حكيت عنه اي شيء غلط ابدا. كل خير عم بحكي عنه، كل احترام. بس انه انا حابة احكي لك انه ما حكى عنك الا بكل خير، وهو حدا كثير لذيذ. طبعا متاكدي من كل شيء كمان عشان. اوكي حبيبتي، حاضر من عيوني. شكرا لك وعلى المسج. ثانك يو، شكرا لاتصالك. باي باي، الله معك. 0-9-40-40-4-5-8-6-8-5-5-5. الو هلا مرحبا. مرحبا، كيفك؟ من دل فيك تعرف لو قلبي يتكلم كان رد علي. مين يحكي؟ ليان شو اخبارك؟ الله يسلمك، الله يسلمك، كيف حالك مازن؟ الحمد لله. مين؟ كريم منير معك. كريم كيفك كريم؟ هلا. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟ ويبقى ترفع الراس ليان، ما شاء الله عليك. تسلم يا رب، وان شاء الله لقدام تسوي كثير اشياء، حياتك حلوه ان شاء الله يا رب، وتستاهلي كل خير. وانا عم بسمعك من اول البرنامج طبعا. شكرا لك وشكرا على اتصالك يا رب، وكل شيء سويته بحياتك كثير حلو، وان شاء الله لقدام انت يعني بنات كثير تعز على قلبنا وعارفه كل شيء. طبعا تسلم تسلم، وما زلنا منور حبيبي. ثانك يو كريم. حبيبي دير بالك على حالك ليان، وان شاء الله لقدام اكثر كمان. اوكي ان شاء الله، تسلم يا رب، كلك زين.